بالخوفش من حد. وانا اذا كنت جيت النهاردة علشان ارد على اتهام غاوري، فانا جيت كمان عشان شاهدكم كلكم على عقد البيع زي ما طلب مني الخواجة السنيور. العقد قدامكم اها. تتلاوع في الكلام ليه يا همام؟ عيب عيب يعني؟ قول الحق طوالي، انا شفت الفلوس معاكم قدامي بالرغم. ده الفلوس المسروقة مختومة بخيطكم اياه، دي فلوس الحكومة وموجودة عند كل الناس، واحنا طول عمرنا مغاوري معانا فلوس. فلوسنا حلال ونعرفها ومعلمينها كمان يا همام. احنا ما تهمناش الفلوس قد ما تهمنا الخيانة. ورقدة اخوي في المستشفى دي ثمنها غالي قوي، ولو ثبت ان الفلوس اللي معاكم دي فلوسنا هيكون الثمن كبير. اكفاك غلط يا ناجي، الفلوس هتشوفها بعينيك، واللي دفعها لي قدامكم اها الخواجة السنيور. يا جماعة الفلوس دي بتاعتي انا، اديتهم لهمام تمن لبيت الست ام جميلة، والعقد معايا اهو بصم عليه الست ام جميلة وهمام ودياب وشوي. معناته ايه الكلام ده يا همام؟ معناته ان انا دفعت 1,000,000 جنيه لتمن بيت الست ام جميلة بالارض اللي حواليه. والفلوس ايه يا اخوانا؟ هاتها يا عمي شوفها بنفسك يا سيناجي. فلوس اهي. الفلوس دي مش فلوسنا، دي فلوس نجسة، فلوسنا فيها عرق الناس وتراب الأرض. الحمد لله. يبقى عيب عليكم يا ناجي يا ما تتهمونا بالزور. فلوس هتطلع هتروح فيه، هنقلب النجعة ونفتش وبيت بيت لحد ما نطلعها، واللي هيعترض على التفتيش هيبقى هو الحرامي. كلام الرئيس ناجي تمام، اللي مش حرامي ليه خاف؟ عشان خاطر السنيور انا هوافق، بس بشرط البيوت كلها هتتفتش، لان اكيد اللي عمل العمله دي واحد من اهل النجا، عشان مفيش بيننا اغراب. ده عداك العيبه كبير البندريه. يبقى نتفق ونحط يدنا في يد بعض، انتوا تفتشوا بيوتنا واحنا نفتش بيوتكم، والبيت اللي هنلاقي فيه 2,000,000 جنيه يبقى هو الحرامي وينقتل مهما كان هو مين. نسأل الأول مين في بيته 2,000,000 جنيه غير الست أم جميلة. ريح نفسك يا خواجة وما تنحشرش بيننا، محدش كان طلب شرطة، احنا كلنا هنا أهل ونعرف مين فينا الغني ومين فينا الفقران. بالعادة ده أنا بقيت من أهل الناجع، لازم يبقى ليا رأي. انت ضيف اللي جابك هنا، ولو طلعت منك عيبة هيدفع تمنها همام والبندرية كلهم حسب عرفنا اللي انت ما تعرفوش. اقبلوا اهل النجع، خواجات اغراب يدخلوا بيوتنا وحرمنا ينكشفوا عليهم. لا اسلم فمك يا ناجي، مش عايزين اغراب تدخلوا وسطينا. يمين بالله لو غلطوا في حقنا غلطة واحدة لكن لامم اهل النجع كلهم وطربق البيوت اللي هم قاعدين فيها على دماغهم، هم واللي يدافع عنهم. أظن كلامي واضح وصريح. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. أنا عايز اهتمام شديد بالجناح ده، معظم وسائل الإعلام هيجوا يصوروا هنا. زيارة دكتور ديفيد كامول لمصر زيارة تاريخية، وأنا متأكد إنها هتتحول لمؤتمر علمي. معالي الدكتور وزير الصحة لما عرف بالخبر صمم يجي المستشفى عشان يقابل مستر ديفيد بنفسه، وده هيرفع اسم المستشفى لفوق. هو بس لو سيادتك سمحت لي، في أجهزة حديثة احنا محتاجينها في غرفة العمليات، وإلا دكتور ديفيد هيرفض والفرصة هتضيع مننا. جود ايديا، تعالى معايا بقى فرجني انت عايز ايه بالظبط. عن اذنك مستر المناع. اتفضل يا دكتور. اتفضل. يلا يا جماعة خلوا الراجل يرتاح. ايه اللي بيحصل هنا يا ولدي؟ اللي يحصل يا ابوي، المهم تكون بخير. ونسبة اختك فين؟ راحت مع عمر تشتري شوية خلاجات ليك. يا خواجة بيني ما ماتش. غلطة يا بوي، غلطة. ما كنتش عارف ان واحد زي ده ممكن يلبس سترة واجية، كان لازم اقطع راسه زي التعبان. دلوقتي هو اللي هيقطع راسك.
عارف يا ابوي، ومش هتبقى راس انا لوحدي، هتبقى روس كتير. ارجع النجاح يا ولدي، وهناك تبقى في حمانه. بس انا ما بقتش لوحدي يا ابوي. ابوي انا عايز اقول لك على حاجه. بس مش عايزك تزعل مني ولا تغضب عليا. انا عمري ما زعل منك يا ولدي. اتجوزت فاطمه عشان ارضيك، لكن انا كان نفسي اعمل حياه جديده هنا، حياه ما فيهاش مخدرات زي بقيه خلق الله. واحنا مش زي باقي الخلق. حاشا لله يا ابوي، انت سيد الناس، بس انت اللي علمتني ودلتني على طريق جديد وابواب كان لازم اتقدم وافتحها. وفتحت الابواب يا مناح. الحمد لله، انا اتجوزت بنت ناس وزي القمر، وخلفت ولدين حسان وتوفيق. اتجوزت وخلفت من غير ابوك ما يدرى؟ خفت اعمل لك مشاكل مع عم مغاوري وفاطمه وصغرك قدام اهل النجعه كلهم. انا عمري ما قصرت مع فاطمه ولا مع بنتي. لكن قصرت في حق ابوك، وانا اللي عاتل همك. انا امك انت عايش ومتهني. والله يا ابوي ما دكت الهنا في بعدي عنكم. ليه يا ولدي؟ ليه تعمل فينا كده؟ جزعت عشان علمناك وربنا تحرمنا من الفرحه. شوف يا ابوي، دي صور عيالي، ده توفيق وده حسان، شبهك وشقي قوي ودماغه ناشفه. ليه القسوه دي كلها يا ابوي؟ قسوه؟ انت اللي قسوتك غلبت الحجر السوار. غصب عني يا ابوي، والله غصب عني. امك لو عرفت حتاجي تقعد هنا جنبي في السرير. ما تقلقش، انا اصلح كل حاجه. صلحيه ولا ايه يا ولدي؟ روح روح لمرتك وولادك. سيبني يا بوي. يا بوي يا قاعد تفرتك. استر استر يا اخواننا اللي هناك. انا هربت مش خوف مني، لكن عجز، لاني مش طايل اللي قتل مرتي. وهتهمل دم مرتك يروح حضرك ده؟ استني القانون ياخد لي حقي، لكن طلع القانون عاجز هو كمان، بيضها في المجهول. بس ده حد انت عارفه واعترف لك بلسانه. قلت في النيابة ان هو اعترف لي. سألني وكيل النيابة في شهود، قلت له لا. سألوه فأنكر وقال علي مخلول، وطلع من النيابة بزفة كأنه فوق القانون، وبعدها زاد في طغيانه أكتر وأكتر، لأن الحكومة ما قدرتش تعمل له حاجة. وانت عملت ايه؟ حطيت يدك على خدك زي الولاية؟ لا، حاولت أعمل بطل ورحت أخد حقي بيدي. اتكاتروا علي هو وعيلته، اتكسر عظمي وطلعت على المستشفى، وطلع منها بريدي كمان. اعتبروا ان انا اللي بعتدي عليه وهو كان بيدافع عن نفسه. لا اله الا الله، ايه الجبروت ده بس يا رب؟ تعرفي كان ممكن اروح فيها السجن، لكن منها الله يستره اتدخل وعملنا محضر صلح، وتعهد لهم اني ما اتعرضلوش تاني، وعرض علي اشتغل عندكم فقبلت. انت عملت اللي عليك يا ولد الناس، وما يقدر على القدره الا ربنا، وكل قوي عليه الاقوى منه. هو انتوا ليه مش مدركين خطوره حالته؟ ليه بتجهدوه بالكلام والتفكير؟ هو اللي مش عايز يريح نفسه يا دكتور. انا هحاول احافظ على استقرار الحاله الصحيه لوالدك بالمعدات لغايه ما دكتور ديفيد يشوفه. والله يا دكتور انا خايف يكون الراجل ده اكذوبه. ليه بتقول كده؟ اذا كان مكتب الوزير جاله فاكس بالموضوع وهو اللي امر بتجهيز المستشفى، دول كانوا عايزين ينقلوا ولدك بطياره المستشفى في القاهره،
لولا ان انا قلت لهم ان ده خطر على صحته. الكل بيعمل اللي عليه، ناقص انا اعمل اللي عليا. بقول لك يا منعبيه، ممكن اسالك سؤال شخصي شويه؟ اؤمر. هو كل الاهتمام ده عشان خاطرك انت ولا عشان خاطر الحاج؟ لا، اصل ابوي ما معاهش الطاقه. ماشي يا منعبيه، بعد اذنك. اتفضل يا دكتور، اتفضل. يا مناع، انت جيتوا؟ ابوي عامل ايه؟ الحمد لله بخير. وروني جبتوا ايه؟ جبت كل الخدمات اللي بتنزل، وحتى الشبشب جبته. شبشب يا ريته يقدر يمشي ان شاء الله. يلا يا عمر، نتوكل على الله ونبقى نيجي بعدين. لا، انا حاجز اوضه في لقنده قريبه. لقنده؟ نبقى نشوف الموضوع ده بعدين. يلا. ها اسمع، خلي دول معاكي، يمكن تحتاجي حاجه. حاضر. يلا يا عمر. السلام. السلام. السلام يا نسمة. غلطان انك قلت لابوك في ظروفه دي انك متجوز. يا سيدي ما اعرف الا وعر، قلت اقول له بالمره. قصر الكلام، انا هغيب 24 ساعه، عندي شويه مشاكل في الشغل لازم احلها، لو ما حلتهاش عمليه ابوي هتتعطل. قصدك مع الخواجه اللي جالك؟ امضي معاه عقد، هو اشترط اكديها عشان يعالج ابوي. ماشي مناع، انا هنا بدالك. هذا العشم برضك. كان عشمي فيك اكبر يا صاحبي مع اللي قتل مرتي. تبقاش عقلك صغير كده وتشك في صاحبك. انا قاعد في مكتبك عرفت انك بتتعامل مع عائلته، بتبيع لهم مواشي وعلف وسماد. اصبر، تجيل جاي. قصدك انك مش صافي النية معاهم؟ شوف يا عمر، والله ما انت اديت عمرك لعيلتي، يبقى من حقك اكون انا عيلتك كلها. وقريب وان شاء الله هيجوك ويترجوا منك الرحمة، وقتها اهم لك تحكم الحكم اللي يرضيك، وده وعد من اخوك مناع. والله قلة قيمة، بقت بيوتنا تتفتش كيف الحرامية. خليهم يفتشوا براحتهم، لو قعدوا يفتشوا 100 سنة عمرهم ما هيلاقوا حاجة. عندك حق يا عمي، هيلاقوا حاجة كيف؟ بس 2 مليون جنيه مش حاجة هينة تتفات. أحسن حاجة عملتها يا همام إنك خليت رجالتنا يفتشوا بيوتهم زي ما هم بيفتشوا بيوتنا. بكده أنت ردت لنا كرامتنا. لكن تفتكر يا عمي السرقة دي حصلت صح ولا فيها ملعوب؟ لا، حصلت عشان الجيحة السال ما استحملش الصبرة. طبعا يا ولد أخوي حصلت، بس اللي محيرني مين يكون عمل فيهم الفصل ده؟ أكيد حد عارف إن حسان شال الفلوس دي في بيته، وعارف مكانها كمان. حتما حد من عنديهم. ومفيش حد من عيلته قاعد في الناجع وما بيروحش معاهم الأرض غير مغاوري. مغاوري؟ صح، أفارم عليك يا عمي. مغاوري مفلس وقلبه مليان غلة على أولاد عمه حسان وناجي، وندمان إنه ما مشيش معاهم. يبقى نوصل اللي هيفتش بيته يفتح عينه ويدور زين. أما لو لقيوا الفلوس عندي صح، دي تبقى مجزرة في عيلة حسان، وأنا أول واحد هصمم إنه ينقتل كيف ما حكم ناجي. معاك حق يا ولد أخوي، بكفاية إن كان هيوقع عيلتين في بعض زي ما عمل زمان سناري وعبادي، وأنا اللي قتلتهم بيدي. لكن تفتكر هنختار مين يدور عنديهم ويكون واعي؟ أختك زينة قاعدة وسطيهم وعارفة كل صغيرة وكبيرة عنيهم. زينة؟ زينة بعد ما زعطتها من هنا بقت منيهم. تنفعش يا عمي، دي مش بعيد لو لقيت الفلوس تدسها وتكتم عليها كمان. بقول لك يا همام، همل لي الموضوع ده يا ولد أخوي، وأنا على ما يطلع النهار هكون دبرتها صح. وعلى إيه التدابير؟ لا لا يا ولد أخوي، دي محتاجة تدابير، ده موضوع واعر قوي. دبر حالك لوحديك.
أنا طالع أنام وأتمطع. تصبح على خير يا ولد أخوي. مالك يا نور؟ سرحانة في إيه يا حبيبتي؟ واضح إنك قلقانة على جوزك، لكن مجرد مكالمة واحدة هتطمنك. مدام قال لي إنه مسافر، يعني ما اتصلش بيه. هو لو في حاجة هيتصل بيه. أنا بصراحة شفتش كده في الدنيا. فيها إيه يعني لما تكلمي جوزك وتطمني عليه؟ وأديني جيت يا ستة عشان أطمنك بنفسي. سلام عليكم. وعليكم السلام. أنا ما سمعت صوت العربية، أنت جيت من غيرها؟ أخذت القطر. العربية عطلت مني في جنة، وبصراحة خفت أخدها معايا أحسن تعملها في الطريق، فسبتها هناك. وإيه أخبار اللي كنت عنده؟ الله يا توفيق بيه، الأخبار ما تصرش. شخص عزيز عليا جدا بيمر بظروف صحية صعبة. عنده جلطة في المخ. يا ساتر. وبندور على دكتور شاطر. بس أنا حاسس إن شاء الله ربنا حيكرمه ويسترها عليه. أكيد عزيز عليك. بالدليل إنك سبت المكتب والعملاء وجريت عليه. وهمل الدنيا كلها عشانه. ما تعودتش أنسى أفضل حد عليا. وبعدين يعني ما تستعجليش. أخذك معايا أنت والعيال المرة الجاية ونروح نزوره. ولما تشوفيه تعرف إنه إنسان طيب جدا ويستاهل كل خير. عزيز عليك لدرجة إنك هتودينا له في جنة عشان يشوفنا؟ وإنتوا كمان تشوفوه. بس أنا يعني بفكر أجل الحكاية دي شوية لحد ما يقوم بالسلامة ويعدي منها على خير، ربنا يكرمه. تفتيش البيوت قلة قيمة وقلة حياة، عشان اللي داسس حاجة هيعمل حساب إن أهل بيته ما يعتروش فيها، ما بالك بالأغراب اللي هيجوا يفتشوا. كلامك صح يا مغاوري، لكن ما قدمناش حل غير التفتيش. لربما يعني اعترنا على الفلوس صدفة في أي بيت. أنا لو سارق حاجة ومش عايز حد يعتر فيها عمري ما دسها في بيتي. يبقى الجبل عندي واسع وأحط السريقة في بيتي عشان التهمة تثبت علي. عندك حق يا رئيس مغاوري. يبقى راجل عبيط اللي يعمل كده وكأنه بيقول تعالوا امسكوني. يبقى نرحم نفسنا من وجع القلب وكشف بيوتنا قدام البندرية. همام بطلع واعي لما اشترط ان عيلته تفتش بيوتنا كيف ما نفتش بيوتهم. وهنا لو وقفت التفتيش دلوقت ممكن يفتكروا اننا لقينا الفلوس وبنكتموا على الخبر. او الهام مستحيل يكون الحرامي من عيلتنا. تاني هام اللي يتجرأ ويسرق بيت كبير عيلة حتما ولازما يكون في حمى كبير عيلة تاني. ومحيط ان همام كان برا النجع، يبقى ذياب عنده علم بالسرقة وعارف مين اللي سرق. كلامك صح وعين العقل يا ود عمي. واللي سرق لازم يخبي عملته، وخصوصا لما يكون كبير. يبقى كان لازم نافع يتقرص ويموت ليلة السرقة وياخد سره معاه في القبر وما يكشفش عن شريكه. كلامك صح يا ولدي، واحلف على كتاب الله ان اللي عملها ذياب وعارف مين اللي سرق. يعني بعد ما سرق الفلوس جاب الحنش عود نفع؟ ده كلام معقول ده؟ مش معقول. ليه ما يكونش دياب هو اللي عملها بالعنية بعد ما خد الفلوس من نافع وطمع فيها؟ خاف امره يتكشف ويتفضح. يا شغلانه يعني انه يجيب حنش يقرص الراجل وهو نايم جاره. أنا مغوري كان دي كلامك حقيقة؟ هي دي الطريقة الوحيدة اللي محدش يشك فيها في دياب. أيوة، عشان يفضل سر الفلوس اللي اتسرقت معاه. عشان كده دياب كان محروق قوي وقال انه متكفل بمرت نافع وعياله. بس احنا فتشنا بيت همام وانا بنفسي اللي فتشته مع حميد ومعاطي، لكن ما لقيناش حاجة. يبقى كلام ابوك صح، محدش يعرف سر الفلوس دي غير دياب، وهو اللي عارف مخفية وين. والله قلبي ارتاح لما وصلنا للحل ده. اسمعوا رجالة، احنا ما عايزينش حد يعرف باللي في نيتنا. احنا نكملوا تفتيش البيوت من سكان ونحط دياب تحت عينينا من غير ما يضرب.
وانا حنط لهم كل يوم بحجه حق مرتي فرس ابوها، وهحط عيني عليه. تسلموا يا عيله حسان، هو ده حسن التدبير. اتفضل يا مناع بيه، ده العقد اللي يضمن لك تبقى الوكيل الوحيد لانتاج السماد المعدل بعد نجاح الابحاث. ده غير ان احنا هندفع تعويض عن اي اضرار تحصل نتيجه الابحاث. ما شاء الله، مبلغ كبير، دليل على الكرم. تحب تضيف اي بند يا مناع بيه؟ بند واحد، اعتراف مني بجميل الحزب اللي بنتميله. عايز اقول ان الاتفاق اللي تم بينا تم تحت رعايه الحزب ورئيسه، مقابل نسبة مئوية تروح لأعمال الخير أو للمصاريف الدعاية الانتخابية. ده بقى اسمه كرم حقيقي يا مناع بيه، تتنازل عن جزء من أرباحك للحزب. أنا ليا الشرف. تحب تكون كام النسبة؟ 5%. لا، 20%. أنت رجل عظيم يا مناع بيه، قمة في الذكاء والإخلاص للحزب بتاعك. أنا كان اختياري صح من البداية. تفضل يا سيدي، امضي ومضي الخواجة. وآدي أول شيك عربون من حساب المنظمة لحساب مناع بيه. تمام. بيدوب عربون بيه؟ طب أخسن بيدوب. أمرك يا مناع بيه. وآدي توقيعة. تفضل. ألف مبروك، ألف مبروك. تمام. تفضل يا فندم. إيه؟ تقدر تروح المصنع بتاعي انت ورجالتك، وحتلاقيه فاتح ابوابه. فاطمة، انت فين يا بنتي؟ اتفضل يا بوي، انا هو. قلت اجي اشوفك واسلم عليكي ما دام ما بتتوحشيش ابوكي. ده كلام يا بوي، والله شغل البيت واخدني طول النهار. حقك عليا ما تزعلش يا بوي، انا هقوم اعمل لك شاي. اقعدي، مش عايز شاي، اطلع العبي برا. حاضر يا جدي. مرتاحة في عشتك يا بنتي؟ الحمد لله. ورازلك اللي بتشوفيه كل حين وفين؟ نعم يا بوي، أنا تعودت على كده، محدش بياخد أكتر من نصيبه. هذه من الأيام اللي يرضى بيها يا بنتي. والله ما يحصل أبداً، بقينا اطرد من بيت ابوي عشان تجيب امك يا جميله وتقعديها مطرحي، والله ما يكون. صدق من قال، خرج من داره واتكلم مقداره. معاش ولا كان اللي يقل مقدارك ياما، ده انت مقامك على راسنا من فوق. وكفاياكي انك اغنى واحده في النجع. بفلوس الخواجات الزفره اللي بعت بيها بيتها. دوري على روحك يلي مالكيش بيت تبيعيه. ها، البيت اللي بترمحي فيه ده بيت وبيت ابوي. ما تسكت مرتك يا شهير، ولا اضربها قلمين يسكتوها للابد. هو ده اللي قدرت عليه يا عمي بدل ما تدافع عن حقي؟ ان حيت اتجوزت من بره العيله مالكيش حق عندينا. ليه؟ اتجوزت شهير بخطري ولا انتوا اللي غصبتوا علي؟ قلتوا لي اتجوزي، قلت حاضر، جازاتي تحرموني من ورث ابوي؟ عجبك طولت لسان مرتك وقلت ادبها وفتح لي خشمك على الاخر. أنا واجب أجيب حق مرتي ولو في خشم الضبع، وطالما أنتم يا بندرية بعتم بيوتكم بفلوس كتير يبقى مرتي تاخد حقها 1,000,000 جنيه، تلت حق البدة. يا بوي على غباوتك وحديثك العفش، 1,000,000 جنيه تلت البدة، أنت باوي يا ابني ما تفهمش. بيت إيه يا أبو مليون يا ولد مغاول؟ ده أكبر بيت في النجع، ما يسواش ربع مليون. أمال كيف بعتم بيت أم جميلة 1,000,000 جنيه؟ ولا تكونوا دخلتوا فلوس عمي حسان المسروقة وسطيهم؟ قسما بالله العظيم لو تنيت الكلام تاني لطخك عيار، غور من هنا جاتها غارة، ونسوان مالكش نسوان عندينا. يلا غور، مرتك هتفضل هنا. روح يا شاهين، بس انا مش ماشية من هنا لما اخد حقي. مين دول؟ انتوا مين؟ احنا اهل المريض، دي بنته وانا مش مهم. شكرا يا سيدي. اتفضلوا اقعدوا تحت في الكافيتيريا او في الاستراحة لحد ما تنتهي زيارة معالي الوزير. علي الوزير ده ايه؟ احنا مستنين الدكتور ديفيد. واحنا المفروض ان احنا نقوم بشغلنا ونخلي المكان، اتفضلوا بعد اذنكم. ارجوكوا ساعدونا عشان الدكتور يقدر يكشف على الحاج حسان، اتفضلوا. يا دكتور، انا قلبي واكلني على ابوي، ده انا عسال من صباحيه ربنا ولا الميتين. احنا اللي قاصدين كده لان الحركه الكتير مش كويسه عشانه، اتفضلوا لو سمحتوا وطمنوا. ابوكوا بين ايادي امينه. طب ايه؟ يلا نسمع.
طالما ده في مصلحة أبوك يلا بينا. يا رب. اهدي يا نسمة واطمني. اللي هيعمل عملية لأبوكي دكتور عالمي، الدنيا مقلوبة عشانه، يكون واجب نفسه عشان يعمل العملية، يعني تطمني. أنا عمري ما كنت أتمنى أشوف أبويا في الحالة دي. أنا قلبي وجعني عليه قوي. أبوكي جامد وحمول وبيحب الدنيا، إن شاء الله هيعدي الأزمة دي على خير. تعرف إيه اللي قلقني؟ أنا أبويا لو جرى له حاجة بعد الشر عنه، يعني بعد الشر الدنيا كلها تنقلب فوق راسنا. بعد الشر عنه بشر خير يا نسمة. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، والله عال هي دي الأمانة اللي فتها لك يا باش مهندس. ما تفهمنيش غلط يا عم ناجي، نسمة كانت بتبكي على أبوها وأنا كنت بطيب خطرها مش أكتر. شو وقت الحديد دلوك يا أخينا؟ اسمع يا بت، أخوك مناع والخواجة وصلوا وأبوك بيجهزوا القط العمليات. ما أنا كنت معاهم يا عمي، والدكتور هو اللي قال لي أهمله معاهم. الدكتور قال لك تاجك تقعد هنا عشان تقعد تتسامري مع البشمهندس ويحط يده على يدك، مش كده؟ واي يا عمي. عن إذنك عم ناجي. ترى إيه يا عمي؟ يا خالتي عديلة ما قالت لكش إن البشمهندس عمر طلب يدي للجواز قبل حكاية السرقة دي ولا إيه؟ جاكبو. عمر، عمر رايح فين يا عمر؟ مش عارف اقول لك يا مناع، لكن قصروا، انا حاسس ان دوري مع اهلك وناسك انتهى لحد كده، واجب اعاود لاهلي هم اولى بيا. يا راجل اقعد، الكلام اللي بتقوله ده حدث لك على طرف؟ ما عادش لزوم الحديد، انا مهما عشت وسطيكم فانا غريب، لا حق لا اتجوز منكم ولا اتحسب عليكم. مين قالك ده يا عمر؟ انت زي اخويا يا راجل. واللي عمك اللي شافني بطيب خاطر نسمع عدها علي عيبة، مع اني والله ما لمستها، انا بعملها كيف اختي. حق قولي على اخلاقك يا عمر، انا عارفك ومعاشرك سنين. خلاص يا مناع، الظاهر عشرتنا تقطعت لحد هنا، والحمد لله هطلع من عندكم لمعايا الف ولا الفين، هطلع بخلقات اللي علي. يا راجل كفاك حديث ماسخ، وانا لولا بعتبرك زي اخوي كنت امنت لك تروح مع نسمة تجيب خلقات لابوي. بس أنا خنت الأمانة يا مناع، غصب عني مش بخاطري، ما طلعتش من عيبة، لكن غصب عني قلبي مال ناحية نسمة، وحسيت إني ممكن أكمل معاها حياتي في الحلال. لكن قبل ما أخد خطوة واحدة عمك قال عني غريب. أنت قلت لها إنك عايزها؟ أيوة قلت لها، بس قلت لها عشان نعرف رأيها قبل ما نطلب يدها، الظاهر ان الظروف كلها ضدي، سواء كان عايا ابوك اكوني غريب عنكم. صعبت علي يا صاحبي، لو كنت قلت لي قبل ما تندب وتروح تلوش كنت شفت لك حل، لكن دلوقت كيف نسيبك تعيش وسطينا؟ انا عارف عشان كده اخترت الحل. وليه بتختار الصعب؟ نخطبها لك. الظاهر عشان اتجوزت من برا العيلة نسيت عوايدكم في جواز الأغراب. انت ما بقيتش غريب يا عمر، انت خلاص بقيت واحد مننا. سيب الموضوع ده علي وانا هخلصه، لا تقلقش. جرية مناع، واقف تتسامر مع البشمهندس وكأنكم بتتفقوا على حاجة وعرة قوي. خلينا نتكلم بالعقل يا عمي، عمر حكالي على اللي حصل. ما تعدهاش يا مناع، وخلينا في اللي احنا فيه دلوك. عمر طلب يد نسمة مني وانا وافقت، ده بعد اذنك طبعا يا عمي. احنا ما نرميش لحمنا برا العيلة، فضها سيرة، احنا في جلة ولا شم ورد؟ نسمة اختي
وانا اعرف مصلحتها زين. اختشاد ابوك لسه عايش وحسه في الدنيا. خلاص نروح نقول له وانا سامعك موافقته بودنك. لا يا مناع، ابوك مش حمل حديث ولا كلام بناقص. انا مع نسمه، الوقت مش مناسب. لا مناسب، ابوها تعبان صح، لكن يعرف زين مصلحة العيلة ومصلحة نسمة. تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله، القرآن فيه الخير برضك. زيك يا ابوي، دكتور قال لي انها عملية بسيطة قوي وحتقوم منها زي الفل ان شاء الله. كل اللي يجيبه ربنا كويس يا ولدي. لله على السلامة يا ناجي. الله يسلمك. انا بخير، كلنا بخير اخوي. المهم عندي سلامتك يا غادي. كلها دقايق يا ولدي، حبل من يد الرحمن. كلنا من يد ربنا يا ابوي، هو الرحمن. بقول لك ايه يا ابوي، كان عمر كلمني في موضوعك ده، هو طلب يد نسمه طبعا لما تقوم بالسلامه ان شاء الله. يعني خلاص هتطلعوا انتوا الاثنين بره العيله؟ مهم المصلحه يا ابوي، وكل فوله ولها كيان. اللي تشوفه اعمله يا ولدي. ربنا يخليك لينا يا ابوي، وتشيل عيالها وعيال عيالها وعيالي وعيال عيالي. هيجي اليوم اللي اشوفهم فيهم يا ولدي. هتشوفهم ان شاء الله يا ابوي، هجيبهم لك لحد عندك، هتاخذهم في حضنك ويتنططوا على كتافك وهتفرح بهم جو جو جو. شوقتني ليهم يا ولدي. لا اله الا الله. ربك ايه يا ابوي، هجيبهم لك. اطلع انت بس وقف على رجليك وانا اجيبهم لك لحد عندك. ربنا يريح قلبك يا ولدي. ايه خلبط في الدماغ دي؟ تتكلموا عن مين بالظبط؟ عيال ايه؟ هما العيال هياجوا كده في غمضة عين؟ بعد اذنكم يا جماعة، هنعمل الحاجة عشان نتجهز للعملية. هتطلع بالسلامة ان شاء الله. ربنا يستر.